أنا سمعت إنك أنت متضايق هون، ما حابب الشغل وبدك تترك، بعرف شو. ممكن تشرح لي بالضبط شو صاير؟ ممكن تحطني بالصورة؟ عفوا بس بصفتك شو عم تسألني؟ ما هذا الموضوع بخصني أنا وعناب بحكم إنه هو المسؤول عن المطعم. أول مرة بشوف زبوني بيتدخل بخصوصيات الشغل. ما شاء الله، طلع لسانك. قديش بتحكي بالتنكة أنت؟ باين كان إنك ما بتعرف تحكي نهائيا. تاري ما حدا سهل بهالأيام يا مديحة. أبو ريما، ما هي بتحبين أقول لك رفقاتها؟ أبو ريما. وأنا رح نادي لك أبو ريما. من دون ما أعرف شو هي الأسباب، ما بيهمني. بخلال معرفتي الطويلة بالسيد عناد، بحب أقول لك إنه أنا قادر إني زد لك ضعف الأجر اللي عم تاخده هون. شو رأيك بهالحكي؟ هي بس لهلا ما عرفت بصفتي شو عم احكي. انا رح لك بعتبر انا انه هذا المطعم الي، بقيان بس شويه اجراءات وبتصير لحالها. وهيك يا عناد؟ انت بتمون على الرقبه باشا، يعني كلمتك ما بتصير ثنتين طبعا اكيد يعني. على الواقع هذا اللي رح يصير، بغض النظر عن الكولك اللي سمعت. هلا نحن اللي بيهمنا هو شغلنا وبس. بتصور العرض اللي قدمت لك يا لا يقاوم. عم حاكيك على الأرض. هلأ صار فيك تروح على شغلك. وتوصلنا بطلباتنا الله يرضى عليك. بس قبل ما أروح على شغلي أنا مبلغه للسيدة عناد أنه أنا أسبوع وماشي. أيوة عناها ما عجبك العرض. أخي ضعفين المبلغ اللي كنت تاخده. ضعفين كثير هيك يا باشا كثير. ناد عيوني. نعم عيوني. أنت اسمع وبس فورا. لسه ما وصلت مصاري. أنا عاطي كلمتي وما فيني اتراجع لو بتطوب لي المطعم كلياته. شو هالفخامة هي يا أخي؟ مو معقول. يعني حضرتك ما بتقدر تتراجع عن كلمتك وأنا كلمتي بتصير تحت الطاولة. سامع يا مديحة؟ بلشنا إهانات. أبو ريما حبيبي عيوني، انت رح تبقى هون مثل الجميل وأنا رح أبقى على العرض الحالي، ما رح أرجع للعرض اللي قبله. فكر. لا قبله ولا بعده يا جميل، أسبوع وماشي. شايفة يا مديحة؟ شايفة شو عم يصير فيني؟ عم يترك الطاولة ويمشي. ما حبيت الحركة. حلوة الحركة يا مديحة؟ لك يا باشا أنا قلت لك هذا الكلام بس أنت ما سمعت مني. معلم سعد كأنه الشباب لحقوا رامي بدون ما تنتبه. لا حيب شو هالحكي؟ عن إذنك يا مديحة. بكفي. شايف المعلم سعد قديش حباب وقبل حلال وبيحبك؟ لك ما هان عليه رجاله يضربوك. لك يا رامي انت لا تكبر راس مع هدول العالم، لك بيدعسونا دعس. طلع لبرا عشان ما بتعرفيك. طلع برا. انت حالك معلم الله يكسر ايدي هون يا رب. عزمك شنو؟